قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل. وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد، وهو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك ظلم، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له. وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به تفاصيله، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين. طيب، لتعرف تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرا، فإن المشرك
أجهل الجاهلين، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. هذه فائدة عظيمة. لماذا خلق الله الخلق؟ أمن أجل أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يتمتعوا؟ لا، فخلق الله الخلق لغاية عظيمة. هذه الغاية هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، أي من أجل أن يعبدوني. والله ليس بحاجة إلى عبادتنا، فنحن بحاجة إلى عبادة الله. ولو كان الخلق من أولهم إلى آخرهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كان العكس ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والذي يعصي الله لا يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه. فخلق الله الخلق الجن والإنس من أجل العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ من أجل التوحيد. قال الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن في الكم أم في الكيف؟ يعني في الكم أي العدد أم بالكيف الكيفية؟ لا، العدد بدون شك، صح ولا لا؟ فهنا خلق الله سبع أراضين وخلق سبع سماوات. هل السماء كالأرض؟ لا. إذن المراد يعني أي بالعدد. قال الله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن خلق الله الخلق لعبادته، وخلق الله السماوات والأرض من أجل أن يعبد، ومن أجل أن يعرف بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا لماذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟ يعني منصوبة يصلون إليها ويحجون ويعتمرون، وما دامت قائمة فمصالحهم قائمة. والشهر الحرام لماذا جعل الله في السنة الأشهر الحرم؟ والهدي الذي يهدى إلى الكعبة، والقلائد التي توضع على أعناق الإبل والبقر إذا أهديت إلى البيت الحرام من أجل أن يعرفها الفقراء ويتبعونها ليأكلوا من لحمها، لماذا جعل الله ذلك؟ قال: لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. لماذا أرسل الله الرسل؟ من أجل أن يعبد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. لماذا أنزل الله الكتب؟ من أجل أن يعبد، فلم يتركنا هملا، وإنما أنزل علينا الكتب من أجل أن نعبده وأن نوحده سبحانه وتعالى. طيب، عندنا أظلم الظلم هو الشرك،
ومن أشرك مع الله غيره فهذا وقع في ذنب عظيم. الظلم في اللغة النقص، قال الله ولم تظلم منه شيئا في الجنتين المذكورة في سورة الكهف، أي لم تنقص، فهذا المشرك تنقص الله. كيف يعبد ما خلق الله وليس ثم إلا خالق ومخلوق وعابد ومعبود، ما هنالك شيء ثالث؟ فمن فعل ذلك فقد أباح الله دمه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والذي يأبى أن يعبد الله جل وعلا أذن الله فيه أن يكون عبدا للعبيد. إذا قتل الكفار وأسروا وأبوا من أن يدخلوا في دين الإسلام، فالله جل وعلا حكم عليهم بالرق. هؤلاء إذا رأى الإمام ذلك، فالذي يأبى أن يكون عبدا لله يكون عبدا للبشر. إذن عندنا الشرك، هذا هو أظلم الظلم، وأعدل العدل التوحيد. حسنة التوحيد تقضي على كل سيئة، وسيئة الشرك تقضي على كل حسنة. فأساس الأمان هو توحيد الله جل وعلا، وأساس الخوف هو الشرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. باب عظيم، سبحان الله. طيب، إلهنا بارك الله فيك.